Bats. سعاد هكون بعمل ايه يعني؟ بلعب يعني؟ قاعد على قهوه مع الرجاله، انتوا امه اتخانقتوا؟ في دم؟ انا بسأل السؤال في دم؟ ما فيش دم وما بتكلميني اجي من على القهوه ليه يا سعاد؟ في امانه الله. ها يا رجاله، كم بقى والنبي الشوط الاولاني خلص ازاي؟ قطعناهم يا معلم. الالبان حطوا على تشيكوسلوفاكيا. الماكينات الالمانيه اولا، الثانيه اسمها الماكينات الالمانيه. ثانيا، انتوا ما لمستوش المايه طول الماتش وكسبتوا بالحظ والحكم. ما لمسناش المايه ازاي يا باشا؟ اصل هو باليه مايه اساسا. وبعدين تفهم انت ايه في التحكيم الباليه؟ لا حوش يالا البانيا اللي بتفهم يالا قوي يالا. ده انتوا يالا البانيا يالا تقليد المانيا، زي ما تشتري تيشيرت ابيبس كده. ايه يا عم؟ بس يا عم انت ده رجاله ايه؟ مش تشيكوسلوفاكيا والبانيا اللي وقعونا في بعض؟ احنا مصريين في الاخر يا عم مصطفى. ما انت عارف، والقهوه دي كلها عارفه يعني ايه البانيا بالنسبه لي. صلي على النبي عم علاء. طب انا مش هرد عليك، الرد دي في الشوط الثاني. هو ده الكلام، هو ده الكلام، صح كده. سيداتي انستي سادتي، وبهذا تنتهي مباراه كره السله بين امريكا والصين بفوز امريكا 170. انا الاسد. يا سعاد، حصل ايه تاني؟ واد محمد ابني نط من الشباك مات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. في كسور؟ انا بسال السؤال، في كسور؟ يعني لما مفيش كسور كانت في دماغك يا سعاد عشان تكلميني وهو مفيش كسور؟ يعني انا اسيب القهوه دلوقتي ومفيش كسور؟ ايه فانا فاضي للتفاهات بتاعتكم دي؟ اقسم بالله انا ما فاضي، انا ورايا هنا هم. عم مصطفى خليكي معايا، خليكي معايا شوقي. بص بس كده على الحساب عشان ايه؟ معلم مزنهر خالص و لا وري إيه؟ حسام مشي من غير ما يحاسب اول امبارح؟ ما هو جري. انا وانا اللي شايل الضمنه كلها الثلاث ايام اللي فاتت. لا ده كلام. ايه شوقي؟ لا يا شوقي معلش مؤاخذه، لا ده انت كده كلام. اربعه سحله وهم في الاساس ثلاثه. انا فاكر كان اربعه، اقسم بالله انا فاكر. ده معلش يا شوقي راجع لي ده وتعالى. شوقي رجع لي ده وتعالى. النبي الله يكرمك. شايفه انا ورايا هم متلتل هنا يا سعاد. لو مشيت الدنيا هتبوظ. عندي 23 10 الطاوله و14 ضمن عاده. 15 ضمن عاده يا مصطفى. يا نهار ابيض، طلعوا 15. النبي سعاد الله يكرمك، ما تكلميني الا لما يكون في حاجه. لما يكون في وفاه اتصلي بيا، انا هاجي على الدفن على طول. وانت عارفه ان اكرام الميت دفنه، فلو دفنت وبلغتوني تبقى عملت الواجب الكبير كله. فامانه الله. ها تاخد دي صايمه ولا بطنك وجعاه؟ حبيبي يا عم مصطفى هات صايم. بص ماشي، بص دي الله على الصرف. جت كام؟ ما بصيتش. الله على الصرف. جت كام؟ الله. ثواني، ده شغل بقى. ثواني. حاج محمد الله يكرمك يا حاج، ربنا يبارك فيك. لا ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك، الله يعزك. شغل؟ لا مش فاضي والله، ما فيش وقت. لا اقسم بالله ما في وقت. لا ده انا حتى ما عادش على القهوه، ده اتسع حجر ما لحقتش اقعد. ما ابعت لك الواد شريف. مش شريف يروح له؟ ابعت لك الواد شريف، ايده نظيفه وشغله هو اسمه شريف اصلا عشان هو هيشرفني قدامك. هم سموه شريف عشان اساسا كده. ماشي يا حاج محمد، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع. لا انا ما افضى اجي لك بقى، نعمل احلى شغل ان شاء الله. ربنا يعز. في امانه الله، في امانه الله. يا عم احنا في ايه؟ ها اللي جايه شوف دي. يا عيني يا ليله البيضة. يا سعاد، يا سعاد. لا يعني اجيب فلوس منين دلوقتي؟ يعني انت مكلماني عشان تقولي هات فلوس؟ انت مش فاهمه اللي فيها. يعني انا بشتغل الشغل ده انا اخلقه؟ لا الشغل، انا بسال السؤال. مش انا يعني اخلق الشغل؟ يعني انا اجيب شغل منين؟ ما انا قاعد. ما انت فاهمه اللي فيها. يا سعاد اتكل على الله. النبي يا سعاد سيبيني عشان انت عصبتيني كده، عشان انت عارف ازاي الرزق والفلوس دي كده بتقرص عليا. في امانه الله يا سعاد، في امانه الله. انا مش فاهم الستات دول ايه؟ انا مش فاهم. هي النسوان كده عم مصطفى تسيبها تغرق في شبر ميه. فك يا جدع فك. يلعب. انا مش عارف العب لعبتي بقى اللي بحبها كده. لا ورينا السيرف. الله على السيرف حلوه يا ليلتي البيضاء. ايه تاني؟ سعاد ايه القصه تاني؟ ايه البيت ولع؟ انت في الشارع انت والولاد؟ في الشارع هي والعيال البيت. ماشي قلبي معاك يا سعاد. معلش ابقى اجي. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا ما انا مش عشان جوزك وابو عيالك يبقى انا المفروض اكون في البيت وهو بيولع. مش قصتي انا خالص، مش اختصاصي انا خالص. ايه الناس دي؟ بأمانة الله. بص يا سعاد، لما تروحوا تشوفوا بيت تاني يبقى ابعتي لي العنوان وانا اروح عليه. مفهوم الكلام؟ بأمانة الله، من غير زعيق. بأمانة الله. يا عم مصطفى مش عارفين نشرب كوبايه الشاي مع بعض، في ايه؟ عندي انا دي يا عم علاء. ولع يا شوقي. هما تروحوا بقى يا جماعة، ربنا يديكوا الصحة.
نروح بقى عم مصطفى، الناس كلها ماتت خلاص، انا حتى ما حضرناش جنازاتهم. انا حسابي تقل قوي على القهوه هنا يا علاء، هاخدك العشره دي ونتكل على الله حتى نلحق شوقي وهو لسه في صحه يجيب ولعه. جدي مصطفى، انا ملك بنت محمد ابنك، انا مشفتكش من ساعه لما اتولدت. هو قال لي انك اكيد قاعد على القهوه دي وفي نفس الحته دي. تصدق يا علاء، انا حاسس دلوقتي كاني صغرت 20 سنه. فيك الخير يا حبيبتي. ابوكي ده بقى بيديكي فلوس ولا معفن؟ لا بيديني فلوس، هتشوف. اتفضل. ربنا يكرمك يا حبيبتي. روحي انت بقى ارجعي لابوكي البخيل ده، وانا شويه وهاجي. حاضر يا سلام. مع السلامه. انا هاجي. ها، مع السلامه. ورجعت يا عم علاء، هنحاسب. كفيني لعب بقى. والعشاوي الله يرحمه. حلاوتك يا عم مصطفى، حط عليه.